مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. الدكتور المروكي الكذاب في علوم السياسة ديال البوليتيك منار سليمي. كثيرا ما نسمعه يصف النظام الجزائري بنظام الكبرانات، يصف جنرالات الجيش الجزائري بالكبرانات، وكثيرا ما يتعمد الإساءة لهم ولكل رموز الدولة الجزائرية. سبق وأن صورت فيديو خاص عن هذا الأمر، يمكنكم الرجوع إليه، سيظهر لكم في أعلى الشاشة وستجدونه في الأسفل في الوصف. قلت هذا الكذاب السياسي منار سليمي يتعمد الإساءة لرموز الدولة الجزائرية من أجل تقزيم الدولة الجزائرية وحصرها في المسؤولين العسكريين، ودائما ما يحاول إيهام متابعيه من المراركة أن الدولة الجزائرية على حافة الانهيار بسبب المسؤولين العسكريين، وهذا كله من أجل إعطائهم الأمل في إمكانية التغلب على الجزائر، خاصة بعد التطبيع، وهو الأمر الذي يحاولون تبريره للرأي العام المروكي. لنستمع إلى تفاصيل أخرى من بن سديرة وبعدها سنعود إليكم. لتذكروا في وقت سابق كنت قلت لكم أنني سأخصص حلقات للحديث عن كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في المغرب. راح نتكلم على قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، قائد الجيش في المغرب من هو، تاريخه، وكل ما يجب أن يقال عنه، من هم مسؤولي المصالح الأمنية، ضباط المخابرات المغربية بالأسم والرتبة وعائلاتهم ومسارهم المهني وأمور كثيرة. لماذا؟ ردا على تدخل المغاربة في الشأن الجزائري، لأنه المشكل أنه المغاربة، نتكلم على عبيد المخزن المغربي، يستعملون حتى الخونة والعملاء الجزائريين، الخونة المعروفين خنزير باريس ومن معه، في حربهم القذرة، خلين مشاكلهم الداخلية، ومجندين هؤلاء الخونة والعملاء لكشف ما يجب كشفه بالنسبة لهم، اتفه الأشياء، أي شيء بالنسبة لهم يتكلم عن الجزائر يجب أن يصبح فضيعة. يتكلم عندهم جنرال فلاني وفلاني والكبران فلاني والليوتنان فلاني وكذا، ودائما يتهمونا، يعني كي نقول يتهمونا يعني المسؤولين اللي عندهم، حتى لأنه واحد أستاذ جامعي، يعني دكتور أستاذ جامعي يشتغل في جامعة، هذا يمثل السلطة. سعيد بن سديرة عايش في الخارج، لا علاقة له بالسلطة الجزائرية، لا علاقة له بالنظام الجزائري، وشبه معارض، حتى وانا مش معارض، لكن مرات يقولوا لي بن سديرة انت معارض انت مؤيد، لكن لا احمل اي منصب في الجزائر ولا احمل اي رتبة ولا امارس اي مهنة رسمية في الدولة الجزائرية. انا ما عندي حتى راتب من الدولة الجزائرية، ما عندي مهنة، مانيش استاذ جامعي، لأن يعني الأستاذ الجامعي يعني الراتب تاعو من الخزينة العمومية من الدولة. أي أستاذ جامعي يتكلم كلام يعني أكثر من حجمه معناته راهو مسنود، عنده سند وعنده دعم وعنده إيعاز. الدكتور في علم القبار والعلوم السياسية منار السليمي أستاذ جامعي، طبعا متهم بالتحرش الجنسي على طالبات مغربيات، هذا موضوع آخر، لكنه أستاذ جامعي يشتغل في جامعات مغربية، يعني كل ما يقوله هو مسؤول عنه أمام السلطات المغربية. يتهم النظام الجزائري ويقول في كل فيديوهاته نظام الكبرانات. لو كان قالها مرة نقوله زلت لسان، نقوله ممكن غلطة، لكن في كل الفيديوهات، وأستاذ جامعي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية اللي يحسب الكلام ألف حساب، في كل فيديوهاته يتهم النظام الجزائري بأنه نظام كبرانات.
وهذه كلام يعني غير مقبول، لأنه يتهم النظام الجزائري اتهامات باطلة. نظام يعني أقل كان قال نظام الجنرالات ممكن، بس باش تقول نظام الكابرانات أمر غير صحيح، لأنه قائد الأركان شنقريحة في الستينات كان عنده ليسونس، يعني ماهوش مستوى سنة رابعة وعنده حبة حمص في راسه، والله عنده حبة مش عارف أنا لوبيا في راسه. شنقريحة قائد أركان الحالي من أكثر الإطارات في المؤسسة العسكرية، عنده شهادة ليسونس في الستينات في بداية تأسيس الجيش، يعني هو من بين الكبار الضباط الآن اللي الذين يحملون شهادات عليا. أنا نقول في الستينات كي دخل الجيش عنده ليسونس. الآن اللي راه عندنا جنرالات كلهم دكاترة الحمد لله، كي نقول دكاترة في تخصصات عسكرية، قرأوا وكملوا دراساتهم العليا في أكاديميات عسكرية، يتقنون كل فنيات كيما يقول لك الناس الفنيات العسكرية، يتقنون لغات وثقافات وفنون وأمور كثيرة، يعني مثقفين قادة الجيش اللي عندنا، ماهمش قادة ثورة التحرير اللي كانوا مجاهدين في التسعينات. التسعينات كان عندنا قادة الجيش نعم مجاهدين، مستواهم محدود لأنهم كانوا مجاهدين، كانوا يجاهدوا، ما عندهمش ما قراوش الجامعات لأنهم كانوا يجاهدوا. لكن الآن قادة الجيش اللي عندنا كلهم جامعيين والحمد لله، وقائد الجيش من أقدم الجامعيين في المؤسسة العسكرية. يجي واحد مغربي يتهم الجيش الجزائري بأنه جيش كابرانات، هذه يعني شتيمة عندها مدلول سياسي، يعني تقزيم الوضع وأمور كثيرة. لكن يبقى من المخزن المغربي من عبيد المخزن اللي مكلف بمهمة، لكن أن يأتي خائن وعميل جزائري ضابط سابق في الجيش الوطني ابن حركي ويقول كلام ويتهم اتهامات ويدلي بتصريحات من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا للوطن ومحاولة تشويه المؤسسة العسكرية، هذا الأمر يطرح أكثر من سؤال، أكثر من سؤال وسؤال. الجواب طبعا أنا بالنسبة لي معروف، وهو إعاز من المخزن المغربي. إذا مدام راكم توصوا في كلابكم يتكلموا على قادة الجيش تاعنا ويتكلموا على السياسيين تاعنا رئيس الجمهورية ويتهموهم اتهامات حقيرة وتافهة، واحد يقول عصابة ولاد الحرام لأنه المغاربة قالوا له، وواحد يقول نظام الكابرانات لأنه المغرب قالوا له، إذا عندهم نفس الهدف وإن تعددت الأدوار، كل واحد والدور تاعو، واحد يتهم مؤسسة عسكرية، الآخر يتكلم منه، واحد يتكلم على صباط العمامرة، واحد يعني حملة إعلامية وحرب إعلامية قذرة مفتوحة على كل جبهات. يسدو يبعثو لولي دمو اللي ما عنده لا أصل لا فصل، وخنزير باريس يتكلموا على بنات ونساء كبار المسؤولين، واحد يتكلم على بنت شنقريحة، واحد يتكلم على بنت تبون، واحد يتكلم على مرت تبون، واحد يعني كلام حقير. لو كان جات مرأة تهدر على مرأة مقبولة، بصح يعني سواديزون كما قال قايد صلاح الله يرحمه دائما تفكروا بسواديزون رجال، زعما شي لابسين سراول تاع رجال ماهمش سراول تاع نساء، لأنه سراول تاع نساء مزبوطين، تاع رجال شوية لابسين سراول تاع رجال، بصح هما عقلية تاع نساء. يتكلم على بنت شنقريحة ويتكلم على بنت تبون ويتكلم على مرت فلان ومرت فلان، حقارة. مادام وصلتوا لهذ الدرجة من جهتي انا سعيد بن زدير اللي ما نمثل حتى واحد وماني ناطق رسمي بحد باسم حتى واحد، قررت انني ندخل لكم الكوزينه، حتى احنا نتكلموا لكم على قاده المؤسسات العسكريه في المغرب وقاده المؤسسات الامنيه، ونتكلموا لكم على الاميرات، الاميرات نتوعكم، نتكلموا على الامراء، لان الامراء اللي عندكم نتوما يعني حاجه قليله ماهيش بزاف الامراء اللي عندكم. اذا ما عندكمش، هاي حسب الصوره راكم تشوفوا، كي تشوفوا شوفوا الرجال شحال عندهم، واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه، ثمن رجال قدام الله يبارك وقال واحد 20 مره، يعني لا حسد مناش نحسدوا فيكم، مناش نحسدوا فيكم، لكن على الاقل واحد 20 اميره هكذاك والله
من بين 8 أمراء اللي من بينهم الملك اللي في الوسط وابنه وأشقاؤه وولاد عمه، يعني العائلة الملكة. العائلة الملكة فيها 8 رجال وحوالي 20 مرأة. إذا نحن مضطرين، سعيد بن زدير مضطر أنني يدخل لكم الكوزينة، ودخلت أنا مادام نشرت لكم الصورة ومادام قلت لكم راح نتكلم على العائلة المالكة في المغرب، معناتها الملف راهو عندي، وإنما راه نخير له الوقت المناسب وكل مرة بالعقل. وعندي يعني الإضافة تاع الملف في بعض الأمور الدقيقة اللي رايح نتحصل عليها خلال الأيام القادمة، يعني ممكن يومين ثلاث أيام يكون الملف وجد اللي هو ملف العائلة المالكة في المغرب، وراح نخصص حلقة أو كل أمير ولا كل أميرة ندير له حلقة. ها واش تلبس، ها واش تاكل، ها وين ترقد، ها واش كل الخدمين تاعها، ها واش صابون واش صابون تغسل بيه، ها واش من بارفان ديرو، ها الملابس الداخلية تاعها، ها القفطان تاعها، ها وكذا، نجبد لكم كلش. تحوسوا هكذا ما كاش مشكل، فارغين شغل. أنا فارغ شغل لا للصوالح. إذا مشاهدينا الكرام كما سمعنا، فهؤلاء العبيد للنظام المغربي سواء كانوا مراركا أو جزائريين متزوجون بمروكيات، فالأمر كيف كيف. وكما يبدو فإن كل من يتزوج مروكية يصبح عبدا لها ويؤتمر بأوامرها ويصبح من زريبة العبيد. قلت هؤلاء العبيد للنظام المروكي لا يفوتون أي فرصة للتهجم على كل ما هو جزائري، سواء مسؤولين عسكريين أو سياسيين مدنيين أو حتى من الشعب الذي لا علاقة له بالسياسة. يقومون بكل هذا في كل حملة إعلامية منظمة هدفها تقزيم الدولة الجزائرية التي أصبحت بعبع لهم. يهابون كل شيء يأتي من جهتها، وحتى لو عصفت الريح من داخل الجزائر أو زوبعة رملية أو حتى أثناء القيام بنفض الغبار على أسلحة الجيش، ستجدهم في هستيريا محمومة بسبب الرعب الذي سببه لهم الجنرالات. لذلك فنحن لا نستغرب عندما نراهم في تلك الحالة المقززة في طريقة التعامل مع الجزائر. هذا الأمر جعل بن سديرة يحفر ويحفر حتى وصل إلى داخل حريم الملك ميميسيس فرانسيس، في انتظار ما سيكشفه بن سديرة عن حريم الملك وأميرات القصر. إلى اللقاء.